السلام عليكم. في سؤال أنا دائما يتراود في ذهني، دائما إحنا نحرص على تعلم، يعني واحد بيطور من نفسه إنزين، يتعلم فن الخطابة، فن التأثير في الناس، فن إلقاء المحاضرة، فن الأتيكيت، فن اللباس، فن ما شيء وايد صح، فيش كتر فنون. إنزين ليش ما يصير عندنا هاجس وهم إن إحنا نتعلم فن تلاوة القرآن، إن الواحد يقرأ القرآن بمهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذكر هذا الأمر قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فوق يعني مع الملائكة. هذا فأنا لأجل هذا الحديث وعظم هذا الأمر سويت كورس تكلمت عنه من قبل، حاولت أبين بهذا الكورس القرآني شلون واحد يقرأ القرآن بفن، كيف يعبر عن المعنى بالآية اللي هو قاعد يقرأ فيها، وين أرفع صوتي، وين أنزل صوتي بالتلاوة، شنو الترتيل المناسب اللي أقرأ فيه هذه الآية، شلون أبين هني القصة، شلون أبين المحاورة في الحدث القرآني هذا. يعني كذي حاولت يعني بالكورس هذا أبين كل هذه الأمور. تكلم طبعا عن ألوان التراتيل اللي يسمونها المقامات بشكل يعني مبسط كلش وحلو ومرتب، إن شاء الله يعني يوصل لكم الفكرة إذا شفتوا الكورس. بحط لكم إياه، فرصة حلوة أن الإنسان يطور من نفسه في تلاوة القرآن. إنزين محق منه هذا الكورس حق كل واحد يبي يطور من نفسه في تلاوة القرآن، أي واحد عنده أساسيات التجويد، عنده حس سمعي راقي، يبي أن يتعلم فن تلاوة القرآن، يعني دش جو مع الآيات بإذن الله ينفع له هذا الكورس. الحين إن شاء الله بحط لكم الرابط وعليها خصم الدورة هذه 30% تمتلكها مدى الحياة. وعليكم بالعافية، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وياكم مع سيد القراء والمرسلين بالفردوس الأعلى من الجنة.